السلام عليكم، مرحبا بكم. جا فيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبتكم وصفه لكم محشي بالدجاج مع صلصه الكريمات الجبن، تجي ولا اروع في المذاق. سورت وليداتنا اللي ما ياكلوش الكرومب، ديروا لهم هذه الطريقه اكيد ما يخليكم والو. ما عليكم غير تبعوا الوصفه لاخر الفيديو. بسم الله. حاجه الاولى واش درت؟ نقيت الكرومب تاعي كما راكم تشوفوا، نحوا له هذو الماء اللي يكونوا خشن يسمى ميطيبونا ميجونا بنان، نحيتهم. وهنا الوسطانيه لازم نحوها كما راكم تلاحظوا، شوفوا. ومن بعد درت راس تاعي هكا بالمقلوب للتحت، درته في الماء يغلي كما راكم تشوفوا. هذا وين نحيته، الفوار مازال راهو يطلع منه، باش نحولو كامل الورق هادو من الفوق كما راكم تشوفوا. هادو نحوهم لازم بالسياسه هكا ونحطوه. دوك انا نحيهم غير بالعقل، نعاود نولي لكم باش نكملوا باقي المراحل. وهنا راني حليت الكرومب تاعي، فرشته كامل هكا في السنيوه. فوالا، دوكا نحن نحضروا لافاس اللي نعمروا بها الكرومب تاعنا. هنا نفوتوا الوصفه تاعنا. هنا عندي نص تاع صدر تاع الدجاج، وانا نحكم الدجاج تاعي نحطه هنا في الغشواغ باش نرحيه. وهنايا مراص تاع الكرومب و بلوس الاغصانين اللي حيناهم، نقطعهم طرف طرف صغار ونعصرهم مليح من الماء ونضيفه فوق الدجاج ونرحوه. فوالا، القوام اللي تحصلنا عليه. دوكا نعمرو بيه لي شو تاوعنا اللي هما البريقة تاع الكرومب. نضيفولو معدنوس، وطريقة كيما تاع البوراك هذا مكان، ونقعدو نلوو فيهم. فوالا، وهنايا في لافاس تقدروا تزيدوا له شويه فرماج. وانا بعد ما كملت كامل نروح نجيب مقله وندير فيها شويه زيت وشويه مارغرين ولا سمن ونقلوهم. وسمن ولا مارغرين راح يعطيهم بنه ولا اربع. دوك نروح نديهم نقليهم كما قلت لكم، ونعاود نولي لكم باش نوريكم الصلصه اللي نرفقوها مع هاد الكرومب. وانا بعد ما حمرته كامل كما راكم تلاحظوا، دوك نروح نحضروا الصلصه مع بعض. اللي غليت فيها الكرومب تاعي نديروا شويه تاع مارغرين غير تبدا تدوب، نفرغوا لها نص ليتر تاع حليب. وانا بعد ما دابت لي مارغرين نفرغ عليها نص ليتر تاع حليب، نزيدو عليها شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع الملح، ما نقطعوش بزاف باسكو هاد الكريمه تاعنا نديرو لها فرماج. انا فرماج قطعته مربعات صغار، نضيفو هكايا باش نحرك ونضيفو المتوسطه. نزيدولها شويه فرماج ملحي، اي نوع تاع فرماج اللي عندكم ديرولو. هي بدات تتقلي، غير تبدا تتقلي نطفو عليها. وانا راني طفيت على كريمة تاعنا كريمة الجبن. فوالا، نفرغوها فوق الكربون تاعنا اللي قليناه. فوالا فوالا، يتغطى كامل هكا من فوق الجبن المبشور وندخلوه للفرن يزيد يكمل طيابو. فوالا،